والله حين صار الزلزال كنت نايم، بعدين حسيت على هالزي. والله فينا كلياتنا اخواتي صار يبكوا كلهم. بعدين انس صبرنا شوي، صبرنا والحمد لله راحت. بعدين بدنا نرجع ننام نحن، امر صارت هالزي الثاني. كنا نطلع بعدين لما هديت رجعنا كل واحد على البيت. والله كنا احنا اول الله حسينا هيك، بعدين احنا ما لنا خبر انه بيشين وراح يصير فينا هيك. واحنا اول مره بصير معنا الزلزال، هاي الزلزال قوي. فنحن ما طلعنا لبرا، لا طلعنا ولا دخلنا، طمين قاعدين بالبيت. والله كمان والله صار وقع حوالينا بنايات كتير، وصار في ناس موتة كتير الله المستعان، وصار في إصابات ومساعدات ما تقدمتنا ولا والله الله المستعان. نص العالم تحت الأنقاض هلا حاليا، وكنا نحن ما لنا خبر إنه بهالشيء إنه بده يصير وقع بنايات. وكمان نفس العالم نفس الشيء، كمان العالم كمان لو لهم خبر كانوا طلعوا ما وقعوا البنايات فوق، بس العالم ما لهم خبر إنه بهالزلزال راح يوقع البنايات. والله العالم كمان العالم كله طلع من بيوته وصار يناموا بالكورنيشات وبالشوارع وبالحدايق والله كمان نحن خايفين لحد الآن إنه يصير مرة تاني زلزال، لأنه ما بنعرف حالنا وين نروح. بتمنى يبعثوا فرقة الإنقاذ لحتى يأقذوا العالم والناس البرة القاعدين بالبرد، وينقذوهم ويساعدوهم، وتحت الإنقاذ يساعدوهم وينقذوهم، وإن شاء الله العالم تتم بخير، وإن شاء الله ما بيصير هالزلزال.